لما كنت في الوظيفة في الجامعة اتخذت قرار أني أنا أقدم استقالتي، ذكرت هذه القصة في قوة التوكل أعتقد. وكان القرار يعني أنا وين رايح؟ وين رايح؟ كذا يعني رمية، كذا رميت نفسي رمية. يعني كان شعوري قوي، كان شعوري قوي، كنت أقول why not؟ يعني شعوري قوي إنه الباب مفتوح، إنه الطريق سالك، إني خلاص متوكلة، بيصير بيصير. كان عندي هذا الشعور، لو بحسبها بالورقة والقلم oh my god، كان قعدت، كان ما تحركت، كان ما سويت شيء. لو حسبتها بالورقة والقلم مرة تخوف، مرة تخوف، ما كان تحركت. لكن في نفس الوقت أنا ما أقدر أقول لكل الناس إنه أنتم تستطيعون أنكم تسوون كذا. الشعور مختلف، الطريقة مختلفة، البوصلة اللي جواتك مختلفة. لازم أنت تحس، يكون عندك اتصال بالقصة هذه إنها مناسبة أو غير مناسبة.